يا هلا والله، سهلا بالجميع. سعد لي صباحكم، صباح خير وتوفيق من رب العالمين. شخباركم؟ ان شاء الله طيبين ومستصحين. الله يديم علي وعليكم الصحة والعافية يا رب. اللهم صل على محمد. قصتي اليوم قصة حلوة طريفة ومفيدة، اتمنى ان شاء الله تستفيدون منها، من كتاب سواليف المجالس. يقول كان الرجال زوجة تشتكي كثير من زوجة عندها له، علما ان زوجة طيب ومعاملته معاملة له معاملة زينة، ودائما يلبي طلباته وعمره ما قصر عليها بشيء، يحبه ويوده. بوحده من المرات ويوم جات لها له، جايبة زوجة لها له لزيارتهم، جلست ولده شيلته على كتفه، تقريبا عمره سنة ونص، وبدأت تتذمر من زوجه وتشتكي انه قاسي عليه وما يراعي حقوقه، وابتلت وحد تشكى وانه ما يراعي حقوقه ومن هالكلام هذا. فقال له اخوه، وكان رجال حكيم اخوه، سواه بتس السواية أو فعل بك هالأفعال كل هذا وحنا ما ندري، والله لنتقم لك منه. كيف يهينك وأنا موجود؟ أبا عاقبه إن شاء الله عقابا قاسي. وهله يدرون أن زوجه مكرم من بنتهم، ولكن يمكن أن يكون ما تقول بنتهم من الغيرة الزايدة عليه. طلع الأخو من عند أخته وراح لم زوجه، وقال لزوجه نبي نسوي أنا وياك مقلب أو حيلة في أخته، ويبي من الزوج مساعدته علشان أخته تترك التذمر والتشكي من زوجه. فرح الزوج ورحب وقال لأخوه، قال لأخو زوجته أنا معك على طول الخط. فقال أخو الزوجة يلا قوه معي، خلنا نروح لسوق الجزارين ناخذ منهم شوي دم نلطخ هذا الثوب اللي معي. وكان شايل ثوب قديم، حنا نقول عنه قديم الخلق، يعني ثوب قديم متشقق أو متبهذل، أو نقول كادينه، شايله بيده. ضحك الزوج من هذه الحيلة، قال هذه الحيلة هل تكون علاج ناجح إن شاء الله لزوجتي. عرج أو راح أخوه على المقصب وأخذ بعض الدم من دم الذبايح، وبأحد زوايا الشارع لبس الأخو والثوب اللي لطخه بالدم، ولطخ يدينه وجز، ولطخ بيدينه دم وشوي من وجهه، ورجع لم بيتهم وقال للزوج خليك ورا الباب، إذا ناديتك ادخل علينا. جاء أخو الزوجة وهم لطخهم بالدم، وكان خارج كأنه خارج من معركة أو مجزرة. صادفته عند دخوله أخته، وكانت شايلة ولده على كتفه وهي واقفة قدامه، وباقي خواته جلسات. وقبل أن يسلم على أهله قال لأخته أبشرت، خلصت تمنه، ذبحته ببيته، دخلت عليه ببيتكم وذبحته ذبح الشات، ودفنته بالصحراء. قال دفنته بالصحراء. فصرخت أخته صرخة لا شعورية، وجلست وجلست ولده بجنبه وقالت اجلس أيتم الله من أيتمك، تعني ولده إنه فقد أبوه، وتدعي على أخوه بالموت. قال أخوه سوف الله يعوضك خيرا منه وترتاحين من المشاكل. فقالت لا لا لا،
ما أبي عقبه رجال، ما أبي رجال غيره أو زوجا غيره. قال أخوة أجل تحبينه وكلكم مشاكل؟ قالت زوجي وأصلح أنا وياه. وأخذت تنتحب وتصيح وحالت حاله وتحسف. قال أخوة ما حصل إلا الخير. قام ونادى الرجال يا فلان تعال. ودخل الزوج وهو يضحك مسرور من إخلاص زوجته وحب أهله. ودخل الزوج وهو يضحك مسرور من إخلاص زوجته. فدخل زوجه وهو يضحك مسرور من إخلاص زوجته وحب أهله. وما صدقت إنه قدام عينه زوجه، وإنه حي ما جاء شيء، وإنه ما مسه سوء أبد. فتركت ولده وراحت تركض لزوجه وضمته، وبكاء نحيب من الفرح بزوجه. فقال أخوه اسمعي، والله لو تشتكينه مرة ثانية أو تجين إلى بيتنا إلا للزيارة فقط، والله لا أقص رجليت من الساقين. يلا روحي معه وأنا ورات والزمن طويل. فما كان من الزوج إلا أنه رفع يدينه إلى الله ويدعي إن الله يحفظ هذا الأخو، وما قام به من إصلاح ذات البين. فصارت إذا زارت أهله يسألها أخوه، ها هل ذات، هل قالت كلام مزعج؟ فتقول لا أبد الحمد لله. وهذه المرأة شكاية بكاية. وبكذا تنتهي قصتي، وأتمنى إن شاء الله إنها تعجبكم.